الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازاي يا حبايبي، عاملين إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة حابة أشارككم كده روتين بسيط وسهل وإن شاء الله تستفيدوا منه. إحنا كده في البلكونة زي ما أنتم شايفين، أنا حاطة الستارة بتاعة البلكونة على الحبال عشان تدخل هوا في الشقة بعد ما الشمس راحت، وطبعا كنست البلكونة خليتها زي الفل، ودول عصافيري كده طلعتهم في البلكونه برضو يتهووا يسبحوا عليكم. والريحان بتاعي زي ما انتم شايفينه كده، بحب الخضره جدا وبتدي منظر كده وبهجه وفرحه كده في البلكونه. دخلنا كده على الشقه زي ما انتم شايفين، انا الريسبشن عندي روقته كده بقى زي الفل، وطبعا اهم حاجه باب الشقه وكنست قدام باب الشقه من بره ومن جوه. طبعا لازم تكنسي امام باب الشقه على طول عشان ايه المنظر كده يبقى جميل. ومسحت الباب كمان من بره، كان عليه شويه تراب كده مسحتهم، وده منظر ريسبشن كده وهو رايق كده وزي الفل. ندخل بقى كده على مطبخنا ونشوف هنعمل ايه النهارده ونشوف غدانا كان ايه. النهارده كده عملت كفتة الرز، طبعا انا كنت عاملاها قبل كده معاكم في القناة، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. اكلة كده سهلة وبسيطة، وبقالي زمان ما عملتهاش، بس انا طبعا عملت العجينة بتاعتها وما شاركتهاش معاكم لان انا كنت عاملاها قبل كده. انا كان عندي حتة لحمة مفرومة كده مش كبيرة، حطيت عليها كمية من الرز المطحون، انا معيرتش طبعا، انا بحط كده بالبركة على شوية بقدونس على بصلاية كده محترمة، وكان فص ثوم كده مدقوقين، وديتهم كده لفة في الكبة بقت بالشكل الجميل ده. شلتها في التلاجة على ما اعمل بقية الخطوات كده. دي الصلصة بتاعتنا، انا بحب اعملها في صلصة، دي صلصة بالبصل، حطيتها كده تتسبك على النار، وهنبتدي نعمل الرز مع بعض. دي حلة تانية حطيتها فيها حبة زيت ذرة ومكعبين من الزبدة، وهنبتدي نعمل الرز بالشعرية. طبعا سهل وبسيط وكلنا اساتذة وبنعرف نعمل رز بالشعرية، بس بديكي افكار. الرز والشعريه بتوعي هم كانوا موجودين كده، حطيت الشعريه تتحمر والرز نقيته او بصيت فيه هو نضيفه زي الفل وهغسله. نزلنا كده بالرز على الشعريه زي ما انتم شايفين، انا بحب لونها ذهبي مش بحبها متحمره اكتر من كده، بتبقى جميله وطعمها بيبقى حلو في الاكل. زودت الميه بتاعته، هسيبه بقى على النار يستوي براحته كده وهدي عليه على ما اخلص بقيه اللي ورايا. الصلصه كده اتسبكت زي ما انتم شايفين، هطفي عليها وهركنها على جنب على ما نصبع الكفتة. خرطت طبعا الاول بطاطستين كده مكعبات، انا بحب احط فيها بطاطس، اللي مش حابب يحط بطاطس، كل واحد حسب الرغبة. دول اللي مش كتير يعني، انا عاملة ايه كمية كده ايه طبقين عشان ما تبقاش كتيرة، والحر مش بتاع الطبايخ والحاجات دي. جبت كده الكفتة بتاعتي او العجينة بتاعت الكفتة بتاعتي، وبولة فيها شوية زيت، وهبتدي ايه اصبعها بيها او اشكلها. طبعا تشكيلها ده بيبقى براحتك حسب ما انت حابه، حابه تعمليها صوابع، حابه تعمليها كور، دي حسب الرغبه. انا بعمل طبعا اغلبها بيبقى الاصابع دي، وحسب بقى ما انت عايزه، عايزاها تخينه، عايزاها رفيعه، عايزاها طويله، التشكيل بقى ده بتاعك حسب ما انت ولادك بيحبوا، حسب ما انت عايزه. بالشكل ده بعوز ايدي من الزيت عشان العجينه ما تلزقش فيها، وهي ما لزقتش طبعا لان هي كانت في الثلاجه فزي الفل. بس ايه، دي خطوه لازم نعملها لعرايسنا الجداد اللي ما عملوهاش قبل كده وتبقى ناجحه معاهم ان شاء الله. بالشكل الجميل ده هصبعها، هصبع الكميه كلها. ايه حته عجينه كده، الكفته دي ميزتها ان هي بترمي كتير وبيبقى طعمها جميل جدا جدا، وتغيير بقى عن الكفته العاديه اللي احنا بنعملها. هعملها كده وارصها في الصينيه دي. دي كده الصوابع، وهعمل معاكم برضو الكور عشان تشوفوها. وان شاء الله تعجبكم. طريقتها سهله وجميله وبسيطه، ويعني اغلبنا عارفها، بس طبعا زي ما بقول لكم العرايس بناتنا كده لسه اول مره يدخلوا كده يجربوا في المطبخ. الطريقه دي ان شاء الله تعجبهم وتكون سهله. انا عملتها ما خدتش اي وقت معايا خالص، وحطيتها في التلاجة على ما خلصت الرز وخلصت الصلصه وعملت لها البطاطس بتاعتها. دي كده الدوائر بوريها لكم،
حجم برضو الكور او الدوائر دي تبقى براحتك، كبيره صغيره، بس هي بتنتش في الصلصه، فانت تعمليها ايه بالحجم ده كده معقول جدا علشان لما تنفش يبقى ايه حجمها حلو. ادهن ايدي من الزيت وابتدي اكمل بقيه الكميه. هخلص الكميه بتاعتي وهرجع لكم تاني. دي كده كميه الكفته اللي معايا. زي ما قلت لكم انا مش عامله كميه كبيره، كميه كده بسيطه عشان ايه ما تبقاش تقيله كده ونمل منها وتخلص اوام اوام. الصلصه هنا زودتها كوبايه من الميه بعد ما اتسبكت كويس علشان الرز بتاعي اهو بقول لكم داخل على السوا. وهنا الطاسه دي انا هحمر فيها الكفته. انا نزلت كوبايه من الميه على الصلصه، ولما تغلي هنزل فيها البطاطس. اهي صفيت البطاطس بتاعتي وهبتدي انزل عليها في الصلصه او انزل بيها في الصلصه. هسيبها بقى لما تستوي، وقبل ما تستوي بحاجات بسيطه هكون انا خلصت الكفته وهنزل عليها بيها. الكفته طبعا مش هتاخد وقت، يا دوب كده ايه لفتين في الصلصه وهتلاقوها زي الفل، لان طبعا هي مستويه اوريدي. بسم الله كده ونبدا نحط الكفته. انا طبعا هادي النار عشان الكفته تستوي بتاعتي كويس من جوه ومن بره. متعليش النار عشان ما تروحش محمره من بره على طول، ومن جوه تبقى لسه قلبها ني اهو كده بالشكل الجميل ده. وهحط كده واوسع عشان اعرف اقلبها لما تتحمر. كده هديت النار وسايبها بقى براحتها خالص، لما ايه تستوي على مهلها اقلبها من جميع الجوانب. كانت جميلة جدا جدا وريحتها تحفة مش قادرة اقول لكم، وهي نية. ايه طبعا طلعت اول حبة منها، والاولاد بألف هنا وشفا عليهم إيه عملوا سندوتشات منها وهي متحمرة. مين بقى كده كان زينا واحنا صغيرين، كان ماما تعملها وتطلعها في مصفى واحنا وراها شغالين. تبص ما تلاقيش اللي في المصفى. اللي كان بيعمل كده زينا يقول لي في الكومنتات. كانت ايام جميله والله. اسيبها بقى لما تتحمر كويس. شكلها جميل ازاي. نبدأ كده ايه نقلب فيها واحنا واقفين عشان ايه كل الجوانب تبقى نفس السوا، ما تبقاش ناحية فاتحة وناحية غامقة. طلعنا هنا كمية بتاعت الكفتة، ودول طبعا الولاد ايه صحة وعافية عليهم عملهم سندوتشات. حطيت كده غيرهم على النار، ودي الكمية اللي باقية معايا. طبعا انا مش هعملها كلها، هسيب كده كام ايه صباع منهم يتحمر كده. اهي دي الكمية بقى اللي انا احطها في الصلصة. إيه بحب اعمل كده جزء بسيط منها متحمر بيتاكل كده وايه وهو مش في الصلصة. نزلت كده بالكفتة بتاعتنا على البطاطس، وهسيبها بقى تاخد غلوتين ونرجع نشوفها بعد كده شكلها عامل ازاي. اهو الشكل الجميل ده، شكلها زي شايفين تحفة، بموت فيها صراحة كفتة الرز. هنغطي عليها ونوريها لكم واحنا بنقدمها. ده شكلها كده غرفناها زي ما انتم شايفينها مع الرز بالشعرية. اهي شايفينها الرز بيطلع البخار بتاعه، والكفتة الجميلة التحفة بتاعتنا. انا بحب الصلصه بتاعتها ما تبقاش خفيفه، بحبها كده ماسكه نفسها. دي كانت اكلتنا النهارده، وده كان يومي النهارده معاكم. حبيت اشاركه معاكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.